بالفعل كما ذكر مطلع الخبر لديك بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وضعت عدد من الإجراءات والخطوات الاحترازية التي ستقلل إن شاء الله وستعمل على مواجهة هذا الفيروس من خلال عدد من الخطط الميدانية والاستثنائية التي وضعت هذه الأيام. بطبيعة الحال الآن نحن نقف في الساحة المجاورة لبيت الله الحرام، وكما تتابعون في الخلفية من خلفي هنا المعدات ومعدات النظافة تعمل على مدار الساعة للتنظيف والتعقيم هنا في هذه الساحات وداخل المسجد الحرام. هناك أيضا التعامل مع المساحات الخالية من السجاد حيث يتم تعقيمها وتنظيفها على 4 مرات يوميا كما ذكر في معلومات سابقة من الرئاسة. أيضا السجاد في أروقة المسجد الحرام هناك يعني مراحل تنظيف وتعقيم للسجاد من خلال فرق العمل الميدانية والعمال المتواجدين في الحرم المكي الشريف يعملون على مدار الساعة يعني تنفيذ هذه الخطط. بقية المعلومات هي مع الأستاذ محمد الجابري وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، سيتحدث تفصيلا عن هذه الخطوات الاحترازية. فحياكم الله أستاذ محمد، يعطيكم العافية على هذه الجهود. يا أهلا وسهلا. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أيده الله على متابعة كل ما يتعلق بالحرمين الشريفين وسلامة قاصديهما. كما أشكر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس على متابعته الدؤوبة وتذليل كافة العقبات في سبيل تقديم أفضل خدمات لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. الإجراءات الاحترازية، تم زيادة عدد غسلات المسجد الحرام من 4 غسلات إلى 6 غسلات، وكذلك بالنسبة للسجاد تم زيادة خط تعقيم لمغسلة السجاد وزيادة الدورات التغيير السجاد في المسجد الحرام. كذلك تم تركيب معقمات على بعض الأبواب ذات الكفاءة العالية، معقمات الأيدي، وسيتم تعميمها على كافة الأبواب لاحقا. بالنسبة لدورات المياه تم زيادة عدد مرات الغسيل كذلك. أما ما يخص الهواء التكييف والتلطيف فالحمد لله بالنسبة للمسعى نسبة التعقيم أو الهواء النقي 100%. أما بالنسبة للتوسعة السعودية الثانية فكانت نسبة الهواء النقي 75% و 25% هواء راجع. تم التوجيه بإغلاق الهواء الراجع ويكون الهواء نقي بنسبة 100%. المتابعة مستمرة وإن شاء الله يعني نحاول نتواصل مع ونتعاون مع الجهات ذات العلاقة في اتخاذ إجراءات احترازية أكثر، وإن شاء الله نسأل الله أن يقل العباد شر هذا الوباء إن شاء الله. أستاذ محمد، فيما يخص التوعية والإرشاد لل يعني القاصدي المسجد الحرام، هل وصلنا لمرحلة ارتداء الكمامات مثلا هذه الأيام أو يعني الأمر طبيعي حتى الآن إن شاء الله؟ لا الحمد لله الأمر طبيعي، وما صراحة ما احنا ملاحظين إنه أحد يرتدي الكمامات ولا شعور بالخوف، يعني الحمد لله طمأنينة وراحة بإذن الله تعالى. الله يعطيكم العافية، موفقين أستاذ محمد، وإذا تحب تضيف شيء تفضل. الله يحييكم إن شاء الله، وشاكر لكم متابعتكم المستمرة، وهذا تعطينا حافز صراحة لأداء الأعمال بجودة أكثر إن شاء الله. شيء في الموضوع انه يكون الزوار والمعتمرين متعاونين مع موظفين الرئاسه في تقبل التوجيه والتوعيه يعني امور الارشاد فيما يخص الحرم. لا الحمد لله متقبلين وان شاء الله خير يا رب.